يعني انا حساسه زياده عن اللزوم. انا تملي بشتكي من الموضوع ده ان ممكن ناس في مواقف تعديهم ويقولوا يلا، بس انا ممكن كلمه تتعبني وكلمه تخليني اروت في السرير، ما اقدرش اقوم. شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب من شقيقها بسبب حسام حبيب، احتجزها في المستشفى ووضعها الصحي خطير. شقيق شيرين عبد الوهاب يعتدي عليها بالضرب ويمنعها من رؤية ابنتيها. كتير، يا ريتني كنت ست عادية متجوزة وقاعدة في البيت بربي أطفال. وضعها الصحي خطير جدا ومطالبات بتأمين الحماية لها. فما علاقة حسام حبيب؟ الناس هتعرف، صدقني مش هخبي، لأن أنا بحب، أنا بفتخر. استفاق محبو الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اليوم على خبر اعتداء شقيقها عليها بالضرب واحتجازها داخل إحدى المستشفيات، حيث تداولت وسائل إعلام مصرية الخبر، كما انتشر بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ضعفي بيصعب علي. وبحسب الأخبار المتداولة، فإن شقيق شيرين عبد الوهاب اعتدى عليها بالضرب داخل منزلها بعد تنازلها عن الدعاوى القضائية التي كانت رفعتها ضد طليقها الفنان المصري حسام حبيب، حيث أشارت مصادر مقربة من شيرين إلى أن عدد من محاميها تجمعوا أمام المستشفى الذي احتجزها به شقيقها منذ يوم الخميس ومنعها من رؤية بناتها ووالدتها، كما تقدموا ببلاغ ضد شقيقها مطالبين تأمين الحماية لها وإخراجها من المستشفى. أما عن حالة شيرين الصحية، فقد تم تداول أخبار تقول إن حالتها صعبة وهي تعاني من أضرار كبيرة في جسمها نتيجة اعتداء شقيقها عليها، كما أنها لا تستطيع المشي كونها تعاني من الرباط الصليبي إثر تعثرها منذ أيام داخل منزلها وسقوطها على الأرض، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة. يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بالنص. هذا وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب فاجأت جمهورها ومتابعيها بعد أن أعلنت أنها تصالحت مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب، وذلك بعد أن أعاد لها الأخير كل ممتلكاتها التي كانت موضوع الخلاف بينهما. حب جنن عشت فيها، قرب فرحة حلمت بيها، دلي بيها. وأصدرت حينها شيرين بيانا نشرته على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل تقدير واحترام لحسام حبيب، وحرصا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فأنها تعلن أنه تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن حسام حبيب قام برد كافة المتعلقات الخاصة بها وتسوية جميع الخلافات بينهما، وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تماما من أي التزام تجاه الفنانة شيرين عبد الوهاب. يا حبيبي كل حاجة بحب. في المقابل كشف جميل سعيد محامي الفنان المصري حسام حبيب حقيقة تصالح موكله مع شيرين عبد الوهاب، إذ أكد أن الأخيرة تنازلت عن البلاغات فعلا التي قدمتها ضده، ولكنها لم تتصالح معه.